شكرا ليك يا نورهان. خلينا بقى نتابع دلوقتي الصحافه من جريده الشروق ومراسلتنا العزيزه روزان نصر، اهم الاخبار واخر الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع المختلفه. روزان بصبح عليكي طبعا في البدايه، وفي خبر يعني لفت انتباهي بشكل كبير جدا، ويمكن هو اول خبر معاكي من اليوم السابع اللي بيتحدث عن لقاح كورونا اللي هو هيبقى شرط دلوقتي الجبليه لقيد اللاعبين، وكمان تحدث الخبر او المانشيت عن حضور الجماهير في المباريات. فواضح ان اللجنه الثلاثيه يعني كده بتعمل اجراءات جديده او بتستحدث بعض الاجراءات، فخلينا نعرف منك، لان فكره كمان يعني شرط اللقاح ده ممكن ان هو يوفر كتير جدا علينا، فكره ان كل مباراه يبقى قبلها في مسحه، فبالتالي ده هيكون او دي هتكون خطوه كويسه جدا. خلينا نعرف منك تفاصيل الخبر. صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. جولة صحفية جديدة، مبسوطة ان انا معاكم النهاردة طبعا بعد غياب شهر رمضان المبارك. خلينا قبل ما نتكلم في الخبر اللي قلتي عليه يا نهاوند نروح لأخبارنا اليومية. قبل ما نروح لأخبارنا اليومية نروح لجدول مباريات النهاردة 4/19/5 في الدوري المصري. أسوان مع مصر المقصة، مقاولين العرب مع الإسماعيلي، الإنتاج الحربي مع بيراميدز. أما في الدوري الإنجليزي ليفربول مع بيرنلي، أرسنال مع كريستال بالاس، أستون فيلا مع توتنهام هوتسبير، ونيوكاسل يونايتد مع شيفيلد يونايتد. أول خبر اللي قلتي عليه أنا هواند من اليوم السابع، بالفعل لقاح كورونا شرط الجبلاية لقيد اللاعبين وحضور الجماهير في المباريات. وضعت اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد كرة القدم الحصول على لقاح كورونا كشرط أساسي للتعامل مع الأندية والجماهير خلال الفترة المقبلة، كنوع أكيد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس. كمان طلبت اللجنة ببدء إجراءات حصول اللاعبين على اللقاح لتوفير النفقات بدلا من إجراء المساحات قبل المباريات الدوري، ويفكر جديا في عدم قيد اللاعبين في قوائم الأندية في الموسم الجديد إلا بعد حصولهم على لقاح فيروس كورونا. من جريدة الشروق الليلة، باريس سان جيرمان يواجه موناكو للدفاع على لقب كأس فرنسا. يلتقي باريس سان جيرمان مع موناكو الساعة 9:15 مساء اليوم على ملعب فرنسا الدولي في نهائي كأس فرنسا، على ويقود النجم الشاب امبابي باريس سان جيرمان حامل اللقب امام فريق موناكو، محاولا احراز لقب قد يكون الاخير مع فريق العاصمه في حال قرر الرحيل لخوض مغامره جديده، وما يؤكد تالقه الممتاز منذ تصدره عناوين الانتقالات، ولم يتراجع الا في نصف النهائي امام مانشستر سيتي وكان غيابه بسبب الاصابه. أخيرا من أخبار اليوم، ليفربول في مواجهة صعبة أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي. يواجه ليفربول بيرنلي الساعة 9 مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 37 من عمر الدوري الإنجليزي من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا النسخة المقبلة. ويسعى الريدز لاستغلال نتيجة مباراة ليستر سيتي وتشيلسي التي أقيمت أمس، والفوز على بيرنلي اليوم يمنحه فرصة قوية للتأهل. كمان بيحتل ليفربول المركز الخامس برصيد 63 نقطة، ويتواجد بيرنلي في المركز الخامس عشر على جدول الترتيب برصيد 38 نقطة. دي كانت أبرز وأهم الأخبار هنا من موقع جريدة الشروق. عودة للاستوديو مرة تانية. شكرا لك يا روزان جدا على التغطية دي، ومشكورك.